السلام عليكم يا شباب، معكم محمد الحمودي من قناة أميزنجيم. سويت لكم هذا الفيديو اليوم لفيفا 17، اول فيديو في القناة لفيفا 17، اتمنى يعجبكم يا شباب. راح نتكلم عن طور المنهى اللي غيروها بشكل تام، يعني جزئيا تغير اللعب. فاول شيء راح نتكلم عن نقاط سريعة، احاول اعطيكم معلومات قد ما اقدر، المعلومات المتوفرة عندي، واي واحد عنده معلومة اتمنى يشاركنا فيها في الكومنتات. طبعا معلومة عندكم ان تقدر تحطي المدرب الخاص فيك او المدير الخاص فيك اللي في الفريق، تغير شكله والى اخره، نفس ما تشوفون في صور موضحه امامكم. وثاني شيء راح تقدر تسوي لبس خاص لفريقك او تكون فريق كامل من الصفر، يعني تكون فريق وتطلعه للنجوميه، وتختار انت اي دوري تبغى يكون. مثلا تقدر، يعني خلينا نقول، تقدر تسوي لك تيشرت خاص فيك، تقدر تسوي لك شعار خاص فيك، تحطي نايك ولا اديداس، تتعاقد مع شركات نايك، اديداس، بوما ولا اخره. وهذا شيء جميل يعني حطوه عشان تعيش التجربه وتعيش يعني حماس المهنه، يعني تقدر تعيش التجربه 100% بدون اي اغلاط نفس قبل. طبعا بيس قبل كانت تفوق على فيفا هذا الشيء، بس اعتقد الحين فيفا تفوقت عليهم. اعتقد ان في اللعبه راح تكون في مؤتمرات صحفيه وغيره ومجلات، وطبعا كل تذاكر طيران، يعني كل شيء مسؤوليه عليك. اذا سافرت وايد فلوس تنقص وكل شيء، يعني تذاكر طيران نفس ما تقول. الشباب لازم تهتم فيهم، اللاعبين الشباب، فريق الرديف المفروض تهتم فيهم، توديهم معسكرات والى اخره. كنا فريق اول عشان شو؟ تجيب جيل متطور للنادي، او جيل يقدر ينافس على البطولات في المواسم القادمه وفي المستقبل. فيا شباب هذا هو الفيديو، اتمنى استفدت منه، كان سريع وايد، ما راح اعتبره تسليك الصراحه لاني مضغوط وايد هالايام، ما اقدر اسوي لكم فيديوهات بجوده عاليه، فاعذروني صراحه. اتمنى الفيديو يعجبكم، اذا عجبكم اضغط على زر اللايك واشترك في القناه. كان معكم محمد الحمودي من قناه أميزنجيم، مع السلامه.